الدنيا أيام، يعني نحن الآن بعد العشاء، إذا لم تسعد الآن في يومك هذا سينصرف، ذهب بحسراته وآلامه ومشاكله. إذن غدا، أفيكون غدك مثل أمسك؟ هذه إشكال، يعني تستقبل غدا بمشاكل وبآلام وبأحزان لأنك تنظر ماذا لدى فلان وماذا لدى فلان، لا، انظر إلى من هو دونك. وإذا بالإنسان كل يوم يمر عليه وإذا به لا هو اقتنع ولا سعد ولا استفاد مما أعطاه الله من نعمة، ولا هو أراح بدنه ولا هو أراح نفسه. هذا الناس غريب صراحة، لا تقل والله لو أني في قصور ولو عندي أرصدة ولو عندي ولو عندي، لا تقل. لا، هنا أرح هذا والله ترتاح.